مشاهدينا الكرام، للمزيد بشأن ملف الميليشيات في العراق معنا عبر سكايب أستاذ أحمد العلواني، الكاتب والباحث السياسي من برلين. أهلا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، بداية، كيف تفسر ما ذهبت إليه مجلة فورين بوليسي الأمريكية التي قالت بشكل قد يراه البعض مفاجئا وقد يراه الآخرون طبيعيا أن الميليشيات في العراق لا تعمل بمعزل عن الحكومة، لا تتخذ قراراتها بمعزل عن السلطة، بل هي السلطة؟ ما تعليقك وتفسيرك لما ذكر؟ السلام عليكم، تحية طيبة لحضرتك ولجميع مشاهديكم الكرام. الكلام الذي ورد في المجلة يعني اطلعنا عليه. نعم صحيح، الميليشيات اليوم في العراق وتحديدا الميليشيات الفصائل المسلحة هي جميعها تتبع إلى مؤسسة، وهذه المؤسسة تتبع رئاسة الوزراء التي هي مؤسسة الحشد الشعبي. هذه المؤسسة تلقت دعم مالي ودعم تشريعات قانونية ودعم آخر من عندها السلاح وتمويل. يعني احنا نعلم انه يعني ميليشيا الحشد الشعبي هي مؤسسة تابعة لرئاسة الوزراء، لكن هذا الظاهر، لكن تدار من قبل حرس الثوري الإيراني. نعلم انه تم رصد لها مبالغ طائلة في الميزانية العراقية، يعني الميزانية الموازنة العامة تم رصد مبالغ طائلة، قسم حتى من عندها يعني أموال ما يسمى نفقات سرية، واحد تريليون نفقات سرية إلى هيئة الحشد الشعبي. لا نعلم هذه النفقات السرية ما مضمونها. لذلك ما ورد في الصحيفة، نعم هنالك دعم حكومي لهذه الميليشيات طبعا، وأكيد هو بأمر من الجانب الإيراني. هذه الميليشيات كونت حتى شركات داخل العراق، شركة يعني الدعم الذي توفره الحكومة هو بملء إرادتها أم مفروض عليها أن توفر هذا الدعم؟ يعني هو فرض على الأحزاب السياسية المشاركة بالعملية السياسية، فرض عليهم الحشد الشعبي. احنا كنا نتذكر انه كلام قاسم سليماني وكلام رضوي انه تشكيل الجيوش الخمسة في المنطقة ومن ضمنها يعني هيئة الحشد الشعبي التي فرضت على جميع المكونات السياسية، يعني وتم التصويت عليها حتى في أمر ديوان داخل البرلمان كان هنالك فرض تحت تهديد السلاح بحجة أنه محاربة داعش، لكن هي في الحقيقة هي بحجة تأسيس جيش موازي على غرار حرس الثوري الإيراني. يعني شوف حتى احنا عندنا بالجانب الإيراني قوات الباسيج والجيش الإيراني، جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي العراق الحشد الشعبي والجيش العراقي. عندهم بالجانب المقابل عندهم شركة خاتم الأنبياء هي التي تستحوذ على استثمارات وأموال، وعندنا في الجانب العراقي أيضا شركة المهندس اليوم حتى صرفت إليه وتأخذ مشاريع. هنالك شركات تتبع للحشد الشعبي، الحشد الشعبي ليست فقط أصبح مؤسسة عسكرية أو مؤسسة أمنية. هذا طبعا هذا ظاهر القرار مالته انه هيئه مستقله تتبع لرئاسه الوزراء، لكن اليوم يتغول في 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 في, طيب في الدوله لديه وزارات. هذا الاستنساخ اذا صح الوصف للحرس الثوري الايراني واعاده هذه التجربه بشكل مطابق ربما للشروط الايرانيه، طيب ما مستقبله على العمليه السياسيه من تاثير وكذلك على الوضع الامني في العراق؟ سيد الكريم، الحرس الحشد الشعبي العراقي هو تحت مسمى، لكن هو تحت مسمى الحشد وانه مؤسسه عراقيه، لكن هو يتبع الى حرس الثوري الايراني. نعم. هنالك مستشارين داخل العراق يديرون هذا الحشد الشعبي. يعني الكلام في الاعلام يتكلمون عن مستشارين امريكان فقط، لكن مستشارين ايرانيين موجودين. نعم. يعني مثلا حميد التقوي الذي اسس سرايا الخرساني توفي في العراق ونشرت صوره في العراق ودفن في ايران. اليوم محمد رضا تقي زاده عندما يزور العراق ويلتقي مع مستشارين ايرانيين، ايران حتى اعلنت اخر في شهر فبراير الماضي فبراير سحب مستشاريها من العراق نتيجه التوترات. ايران لديها مستشارين تدير هذه البنيه، تدير هيئه الحشد الشعبي وتدير الملف الامني. وتصريحات كثيره من عندهم، تصريحات هادي العامري زعيم ميليشيا بدر، ومنهم ايضا مستشار الامن القومي الاعرجي اكد انه وجود مستشارين ايرانيين يديرون الجانب الامني في العراق. فاليوم واضح الامر. طيب. انه هذه نأتي الى الجزء المقابل لهذه التشكيلات وهذا الدور الايراني، الا وهو الدور الامريكي، الدور الامريكي الذي في العلن هو معادي لايران لوجودها لاذرعها، لكن
تقول فورين بوليسي بأن الإدارة الأمريكية هي التي سمحت لهذه الميليشيات، لهذه المنظمات أن تنمو وتتعاظم قوتها في العراق. طيب لماذا إذا كانت أمريكا هي فعلا تسعى إلى تحجيم الدور الإيراني، إلى القضاء على أذرع إيران، لماذا تسمح لها بل تغذيها؟ هي كانت تمول الحشد في السابق، ولولا الكونغرس لاستمر التمويل. سيد الكريم، تشكيل الحشد الشعبي وقوات سوريا الديمقراطية في سوريا هو تشكيل بدعم دولي بشرعية دولية. يعني احنا مو بس فورن بوليسي، خلينا نرجع للصحف السابقة، واشنطن بوست وغيره وغيره، كانت في السابق تسمى انه الإدارة الأمريكية تطلق على حشد الشعبي انه قوات شريكة، قوات دفاع مشترك انه لقتال داعش. لكن كانت هنالك مصالح مشتركة في زمن باراك أوباما طبعا، والذي أمر بتشكيل الحشد الشعبي هو قرار أمريكي ليس قرار عراقي، مثل ما شكل التحالف الدولي بإدارة بريت ماكروك. بريت ماكروك هو مسؤول ملف الشرق الأوسط في ولايتين في زمن إدارة باراك أوباما، وأيضا في حاليا أيضا هو رجع إلى مسك الملف في زمن إدارة بايدن. تشكل الحشد الشعبي بشرعية دولية وهنالك دعم أمريكي من عدة تسليح أمريكي، أمرات أسلحة أمريكية نوعية حصل عليها الحشد الشعبي، كان يقاتل. حتى تصريحات هوشير زباري وزير الخارجية السابق قال أنه كان الحشد الشعبي يتلقى أوامر من الجانب الأمريكي بالهجوم. كان هنالك إذن الترويج من الجانب العراقي ومن الجانب الأمريكي لفكرة العداء هو مجرد لمحاولة إثارة الاضطراب في المنطقة لاستمرار الاضطراب والمشاكل، ولا هو على أرض الواقع هو تخادم وتعاون؟ يعني تخادم، هو انضربت مصالحهم سيد الكريم. أنت كما تعلم يعني سقط جنود أمريكان قتلى، وإيران تعرضت إلى حصار اقتصادي، لذلك حتى التوترات، حتى القصف متبادل ما بين طرفين، تصريحات متبادلة. حتى احنا تابعنا رسالة يعني الكونغرس، نعم الكلام صحيح، هنالك 3 مليارات تذهب من حكومة بغداد إلى هيئة الحشد الشعبي، ووصفت هيئة الحشد الشعبي بأنها تابعة إلى إيران، وهنالك 4 فصائل على قائمة الإرهاب الأمريكية. لكن لا يوجد يعني مثل ما نقول رادع حقيقي. يعني احنا نشوف مثلا ريان الكلدان وغيره، هم على قوائم الإرهاب الدولية وعلى قوائم الإرهاب، لكن يتجولون في أوروبا، يتجولون في مطار ويقطعون مطارات دول. لذلك هذا الإعلام شكل شيء، في الإعلام شيء، لكن على أرض الواقع شيء. هنالك دعم أمريكي من إدارة بايدن مباشرة إلى هيئة الحشد الشعبي وللحكومة العراقية. حتى عندما اعترض الجانب الكردي على 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 الضربات التي حدثت في شمال العراق، شاهدنا انه الجانب الامريكي لم يتحرك. طيب هنالك سؤال واحتاج منك استاذ احمد الاجابه بالمختصر قدر ما استطعت. هناك اعضاء في الكونغرس يرفضون السماح باستقبال محمد الشيع السوداني في واشنطن من قبل بايدن، ما السبب في رفض يعني احد الحلفاء؟ نعم، انه يعني برروا الرفض انه نتيجه سياسات حكومه بغداد وحكومه السيد السوداني اتجاه اقليم كردستان. طبعا هذا جاء نتيجه زياره رئيس اقليم كردستان نجرفان بارزاني الى واشنطن. طبعا ورفض اداره بايدن لقاء مباشر ما بين نيجربان والرئيس، لكن التقى به رئيس وزير الخارجيه. كما نعلم انه هنالك مجموعات ضغط، وهنالك لوبي في كردستان، لديه لوبي في امريكا، وكذلك حكومه السيد السوداني وقعت حتى مع لوبي يدفع الى الكيان الصهيوني داخل امريكا، ونشرنا العقود بهذا الخصوص. لذلك هنالك صراع سياسي محيط الى البيت الابيض. طبعا حكومه بايدن واداره بايدن ومستشاره بريت ماكروك مع دعم حكومة السوداني ومع خفض التصعيد للحفاظ على هدوء للانتخابات القادمة. يعني حتى بايدن يريد استغلال زيارة السيد السوداني لإعلان انتهاء أزمة الفصائل في العراق، وأنه الجنود في العراق هم في أمان، حتى تكون هنالك دعاية انتخابية، حتى يرد على الإعلام الغربي الذي نشر أو النشاط الجماعات المسلحة. لذلك هي اليوم الصراع هو صراع مجموعات ضغط، لوبيات تدفع لها أموال طائلة من أموال العراق في سبيل عرقلة إنه هذه الزيارة.
لكن هي بالنتيجة بالمحصلة هنالك دعم أمريكي ولا زال لفصائل مسلحة تهدد أمن المواطن العراقي وصلت الفكرة بإيران. أستاذ أحمد العلواني الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر سكايب من برلين، شكرا جزيلا لمشاركتك.